بسم الله. اتكلمنا المرة اللي فاتت يا جماعة عن الفرق بين الهاب والسويتش، وعرفنا ان في السويتش حاجة اسمها السبيد اللي هي السرعة، وقلنا مش هاجي جنبها. بس لو انا مثلا في الفيديو ده والفيديو اللي بعديه هاجي اتكلم في حاجة اسمها الكوست، اللي هو بيختار بيفاضل مين اللي يروح للسويتش الروت بناء على الكوست. لو انا عايز ابعد واحد من المنافسه، اللي اخليه مثلا مش عايزه هو ده اللي يروح للروت، واخلي اللينك التاني هو اللي يروح للروت، فبلعب في السبيد بتاعته. بخلي مثلا السبيد بدل ما هي مثلا جيجا بخليها حاجه 100 ميجا مثلا، تمام. او لو هي مثلا 100 ميجا بخليها 10، فبخنق كده السرعه بتاعته، تمام. والدوبلكس عرفنا ان في حاجه اسمها فول دوبلكس وهاف دوبلكس، تمام. وقلنا فول دوبلكس يعني فرده سند وفرده ريسيف، اما هاف دوبلكس فرده واحده بس سند وريسيف. وقلنا في حاجه اسمها الهيراركيكال ديزاين او التصميم الهرمي، هو عرفنا ايه هو الغرض من التصميم الهرمي والكلام ده كله. النهارده بقى يا باشا هنتكلم عن الاس تي بي او السبانينج تري بروتوكول. قبل ما نتكلم عن السبانينج تري بروتوكول، عايزك تعرف ان السويتش بيعمل لي حاجه اسمها لوب افويدنس. يعني ايه لوب افويدنس؟ يعني تجنب حدوث اللوب. عاوزين نعرف يعني ايه اصلا لوب، تمام. ولو حصل لوب ايه اللي هيحصل في الشبكه بتاعتي، وازاي اتجنب ان اللوب ده يحصل عندي. اولا كده يا باشا، يعني ايه لوب؟ لوب من اسمه كده يعني الداتا تفضل تلف وترجع تاني. تعالى مثلا نروح للتوبولوجي اللي احنا عاملينها دي، عاملين توبولوجي عليها خالص، تمام. البورت ده بيبقى منور احمر كده باي ديفولت كده، جاي من المصنع معمول له شت داون. لازم اخش انا اقول له نو شت داون ونوره اخضر، بس مش موضوعنا دلوقتي. موضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه، عندنا توبولوجي زي ديت، في سويتش هنا رايح للسيرفر، وفي سويتش هنا رايح للراوتر، وفي جهاز كمبيوتر هنا. طيب ايه اللي بيخلي اللوب يحصل؟ لو انا جيت عملت لينك تاني كده، تمام. لو عملت حاجه اسمها redundant topology، يعني ايه redundant topology؟ زي ما انت شايف كده اللينك الاولاني ده مهم جدا، يعني خلينا نرجع تاني عشان اوضح لك برضو الفكره. اللينك الاولاني ده هو اللي شايل الناس اللي هنا وشايل الناس اللي هنا. لو ده وقع، الناس اللي هنا واللي هنا هيفقدوا ايه؟ الاتصال. فبعمل لينك باك اب ليه، تمام، بحيث ان ده لو وقع التاني يشتغل مكانه، تمام. يعني تعال نقول له فاست فورورد كده، الاس تي بي اوتوماتيك بينطلق ويوقف لي اللينك اللي هو بيحسب حساباته ويظبط الدنيا بتاعته، ويوقف لينكات ويظبط لينكات بناء على حاجه اسمها الكوست والكلام ده كله، هنعرفه ان شاء الله في الفيديو دوت. بس دلوقتي عايزك تعرف ان هو لو مثلا نفترض ان اللينك ده الاس تي بي مش شغال، و هو اللي شغال معايا، يعني كل اللينكات شغاله، الاربعه دول شغالين معايا، تمام. نفترض يعني ان هو شغال، هل هيحصل لوب؟ اه هيحصل لوب. ازاي؟ مثلا في جهاز يا جماعه من بره هنا، تمام، بيعمل برودكاست، ومشكلتي في اللوب اصلا بتبقى مع البرودكاست، لان مش بيبقى متحدد له يا جماعه ديستنيشن معين، فهتروح للناس كلها، تمام. يعني هتروح للسويتش ده، السويتش ده جاي له برودكاست، هيعمل ايه؟ هيبعتها للدنيا دي كلها بما فيها السويتش التاني ده. السويتش التاني ده جاي له برودكاست فهيبعتها للناس كلها بما فيها السويتش ده. السويتش ده جاي له برودكاست فيبعتها للناس كلها بما فيها ده، وهكذا يفضلوا يبعتوا بقى لبعض، تمام. من الكلام اللي انا عماله اقوله ده ايه اللي هيحصل؟ ده عمال يجي له برودكاست، وده عمال يجي له برودكاست، وده عمال يجي له برودكاست، وده برودكاست، وهكذا. هيحصل عندي حاجة اسمها برودكاست ستورمز، عواصف من البرودكاست، يعني عمال يجيلي برودكاست كتيرة قوي، تمام. فايه اللي هيحصل؟ الشبكة هتقع. ليه؟ لأن يا باشا الدنيا هتهنج وهتوقف والكلام ده كله، لأن اللوب معنى كلمة لوب في الشغل دي أصلا بتبقى حاجة وحشة، أصلا معناها إن في ترافيك وزحمة والدنيا وحشة خالص يعني، تمام. وبيجيب لك ان البورتات دي بدل ما هي عماله تيد وتدفي كده، لا بيجيبها لك منوره ثابته كده، مش بتنور وتدفي في العادي بتاعها كده، تمام. يعني لو لاحظت هتلاقي البورت عمال ينور ويدفي معايا. هو لو حصل لوب هتلاقي ايه الدنيا
اللينك ده مش عمال ينور ويطفي كده، لا هتلاقيه قايد وثابت كده، نور ثابت كده تمام. ف وانس ان الاس تي بي حس ان هيحصل لوب، راح قايل بس يا باشا رايح فين، تعال انا احسب حسبتي والكلام ده كله عشان اللوب ما يحصلش، واوقف بورتات واشغل بورتات والكلام ده كله تمام. تمام طيب، عاوزين بقى نعرف لو حصل لوب هيحصل ايه. يعني احنا عرفنا ايه سبب اللوب، ان انا عامل حاجه اسمها redundant topology. تعالى اوريها لكم. سبب اللوب ان انا بعمل حاجه اسمها redundant topology، وباين من اسمها كده ان هي مهمه جدا في الشغل. ان انا لو عندي مثلا اللينك اللي شغال ده، نفترض ان هو مثلا وقع زي ما انا هوقعه دلوقتي كده، يعني اللي تحت ده منور اخضر، الاثنين قصاد بعض منورين اخضران. وانس ان انا هفصله عن بعض كده، هتلاقي ايه، هيعد 50 ثانيه تمام. مثلا نفترض ان ده الروت تمام، لان هو البورتات بتاعته اللي كانت شغاله، وده سويتش ديزيجنيتد. الديزيجنيتد بيقعد يبعت للروت، يبعت له حاجه اسمها تي سي ان، يقول له يا باشا انا اللينك عندي وقع، اللينك عندي وقع، عمال يبعت له تي سي ان تمام. بيعرفوا ان في التوبولوجي تشينج، حصل تشينج في التوبولوجي بتاعته تمام. ف السويتش الروت اول ما يجي له تي سي ان هيرد عليه بايه؟ تي سي اي اكنولجمنت برد، يعني يقول له يا باشا عرفت ان انت ايه الدنيا عندك وقعت، فيحسب ال 50 ثانيه ويقوم البورت معاه زي ما انت شايف كده. فده الغرض من الاستخدام الريدندنسي او الريدندنت توبولوجي، ان انا بعمل لينك باك اب، مجرد ما اللينك يقع تاني يقوم مكانه على طول. طيب قلنا سبب حدوث اللوب ان انا بعمل ريدندنت توبولوجي، واللي بيمنع اللوب ده اصلا انه يحصل بروتوكول الاس تي بي، زي ما عملنا كده ان اول ما وصلت لينك تاني، يعني تعالى كده نوصل لينك تاني، الاس تي بي هيعمل ايه؟ يثبت حساباته والدنيا بتاعته، يشوف مين اللي هيشتغل ومين اللي هيقف والكلام ده كله. فعمل السويتش هنا، اللينك ده او البورت ده حطه في وضع اسمه بلوك تمام. تمام طيب، احنا كنا بنقول ايه؟ بنقول لو حصل لوب هيحصل ايه. اول حاجه يا باشا زي ما قلنا من شويه، هيحصل برودكاست ستورمز، عواصف من البرودكاست. تاني حاجه، وعرفنا يعني ايه عواصف من البرودكاست. عواصف من البرودكاست يعني ده عمال يبعت، جاي له البرودكاست هيبعتها لده، وده جاي له برودكاست هيبعتها لده، وده جاي له برودكاست هيبعتها لده. ده كله ليه؟ عشان الاربعه لينكات دول كانوا شغالين تمام. تمام يعني لما اللوب يحصل، هيحصل لي برودكاست ستورمز، عواصف من البرودكاست. تاني حاجه، هيحصل حاجه اسمها مالتيبل فريم كوبيز، الفريم عمال يتكبير ويتكاثر ويتضاعف في الشبكه بتاعتي تمام. يعني الفريم عمال بيتكرر معايا كده ويتكاثر معايا، زي مثلا في يا جماعه فيروس كده بيقعد ينسخ في نفسه كده كل شويه، ينسخ في نفسه، ينسخ في نفسه، ينسخ في نفسه جوه الجهاز بتاعي. هنا نفس الكلام، الفريم عمال بيتكبير ويتكاثر معايا تمام. طيب بيعمل ايه كمان لو اللوب حصل؟ هيحصل حاجه اسمها ماك ادرس داتابيز انستابيليتي. يعني ايه؟ يعني عدم استقرار في الداتابيز بتاع الماك ادرس. يعني ايه برضو؟ خلينا نقول اللي هيحصل عدم استقرار في الماك ادرس تيبل تمام، اللي هو الجدول بتاع السورس والديستنيشن بتاع الماك ادرس، كل شويه عمال يتغير معايا. ليه؟ لان شويه عمال، كل شويه عمال يجي له ماك ادرس مختلف، مره من بورت 1، مره من بورت 2، مره من بورت 3، مره من بورت 4. ف في عدم استقرار في الداتابيز بتاعه الماك ادرس تمام. يعني خلاصه الكلام، الدنيا هتقف تمام. فمعنى ان اللوب يحصل، هيحصل برودكاست ستورمز، وهيحصل مالتيبل فريم كوبيز، وهيحصل ماك ادرس داتابيز انستابيليتي. وقلنا ايه سبب حدوث اللوب؟ ان انا بشتغل على حاجه او بعمل حاجه اسمها redundant topology تمام. وعرفنا ايه هي redundant topology وايه الغرض منها، وعرفنا ان السويتش بيعمل حاجه اسمها لوب افويدنس، تجنب حدوث اللوب من خلال ايه؟ من خلال السبانينج تري او الاس تي بي تمام. طيب الاس تي بي بيعمل ايه؟ بيبص كده جنرال على الدنيا بتاعته. يعني اول ما وصلت لينكات، بيشوف ايه اللينكات اللي هتشتغل وايه اللينكات اللي هتقف، ويحطها في حاله بلوك والكلام ده كله زي ما انتم شايفين كده. طيب هنا لما بيجي يختار يا جماعه، بيفاضل على حاجه اسمها الكوست، هي من الاخر كده السرعه. يعني بيشوف ايه الطريق الاسرع، وبيختار
يوديه للروت والكلام ده كله، ويوقفه ويشوف مين اللي هيقف ومين اللي هيشتغل والكلام ده كله. يعني تعالى كده نجرب توبولوجي مثلا، نخلي 4 سويتشات مثلا، هنوصلهم ببعض يا جماعة كروس اوفر. ليه؟ لانها اجهزة متشابهة. حفظنا الكلام ده كله، والتكرار بيعلم الشطار طبعا. انا بوصل لما باجي ادوس كده، دي كلها البورتات بتاعت السويتش، فباخد اي بورت وخلاص يا جماعة، عشان خاطر الناس اللي مفكرة دي حاجات لازم اوصلها فيها والكلام ده كله. تمام. دلوقتي يا جماعة خلينا نفس اللينك كده مثلا. دلوقتي ال STP مش هينطلق. تمام. وانس ان اول ما وصل، يعني لو لاحظت هتلاقي البورتات كلها ايه قايمة. وانس ان اول ما وصل ايه لينك تاني كده، يعني لو جيت وصلت لينك تاني، ال STP بيقول لك ايه بقى، خد رايح فين، ده هيحصل عندك ايه يا باشا، لوب. فاظبط الدنيا بتاعتي واحسب الحسبه بتاعتي، ففي لينك هيبقى واقع. تمام. تمام. طيب خلينا نزود مثلا شويه لينكات كده عشان نشوف القصه بتاعتنا ديت، نوضح القصه بتاعت الكوست اللي قلنا عليها. دلوقتي ال STP يا جماعه هيحسب الحسبه بتاعته، ويشوف في الطريق الاسرع، ويخليه هو اللي يروح للروت، ومين اللي هيبقى بلوك، ومين اللي هيبقى ديزيجنيتد، ومين اللي هيبقى الروت بورت والكلام ده كله. دلوقتي من التوبولوجي اللي قدامك دي، تقدر تقول لي فين السويتش الروت؟ ده اللي هيبقى الروت. ليه؟ لان كل البورتات اللي قدامه من ورا اخضر. يعني لو لاحظت كده ان اللينك ده رايح للينك من ورا اخضر، واللينك ده رايح للينك من ورا اخضر، واللينك ده رايح للينك من ورا اخضر. طب انا عايز اتاكد، انا مش مصدقك. عادي اخش جوه السويتش اقول له انيبل شو سبانينج تري. بص بيقول لك ايه، ذيس بريدج از ذا روت. وقلنا البريدج هو السويتش. تمام. بيقول لك هو ده الروت. تمام. وخد بالك بيبقى في عندي حاجه اسمها الرول، وحاجه اسمها الستيت او الستاتوس. تمام. دلوقتي يا جماعه كل البورتات اللي بتبقى في الروت، السويتش الروت، راحه لسويتشات ديزيجنيتد. تمام. يعني بيبقى في حاجه اسمها روت بورت، وحاجه اسمها ديزيجنيتد بورت. في السويتش الروت كل بورتاته راح لحاجه اسمها ديزيجنيتد بورد، والستاتيوس بتاعته بتبقى ايه، فورورد. يعني كل بورتاته منوره اخضر زي ما انتم شايفين كده، كل بورتات الروت منوره اخضر. تمام. وراح للسويتشات ديزيجنيتد، يعني اللينك ده رايح لسويتش ديزيجنيتد، واللينك ده رايح لسويتش ديزيجنيتد، وهكذا. طيب عايزين نعرف ده هيبقى عباره عن ايه. ده هيبقى من زي ما انتم شايفين كده، كل بورتاته هتبقى فورورد، يعني كلها من ورا اخضر، وفي منه لينك رايح للروت، يعني لينك رايح للروت بورت، وهيبقى في لينك رايح لديزيجنيتد، ولينك تاني رايح لديزيجنيتد، ولكن بورتاته كلها هتبقى من ورا ايه؟ اخضر، فورورد يعني. تعال نشوف الكلام ده، اقول له انيبل، اقول له شو سبانينج تري. بص كده بيقول لي في عندي واحد لينك رايح للروت بورد، وفي لينكين رايحين لسويتشات ديزيجنيتد. تمام. والستاتيوس بتاعته كلها فورورد، يعني كلها من ورا اخضر. تمام. تمام. وهنعرف ان شاء الله الفرق بين يعني ايه روت اي دي والبريورتي والماك ادرس والكلام ده كله، وازاي بيختار الروت وبناء على ايه، والحكايات دي كلها في الحلقه الجايه. بس احنا دلوقتي عايزين نتكلم في ايه؟ عايزين نتكلم في الحالات بتاعه البورتات، ان بيبقى في حاجه اسمها الرول، وحاجه اسمها ستيتوس الحاله يعني. تمام. وعرفنا مثلا يعني السويتش اللي قدامك ده، تقدر انت تقول لي مين اللي هيبقى رايح للروت بورد؟ لو نور اخضر ده مفيش غيره، ده يعني كده عندي واحد هيبقى رايح للروت بورد،
ويبقى عندي بورتين معمول لهم ايه الترناتيف يعني في الوضع الاحتياطي والحاله بتاعتهم بلوك. تعال نشوف الكلام ده. انيبل شو سبانينج تري هو نفس الكلام اللي انا قلته، واحد رايح للروت بورد واثنين بيكونوا الترناتيف يعني في الوضع الاحتياطي والحاله بتاعتهم بتبقى بلوك، اما اللي رايح للروت بيبقى فورورد. تمام. طيب اخر سويتش معانا، اخر سويتش معانا بيبقى فيه لينك رايح للروت وفي لينك او لينكين رايحين ل ديزيجنيتد بورد. تمام تمام. تعال نشوف الكلام كده، وهيبقى في واحد انترناتيف واحد ايه فورورد. نيبل شو سبانينج تري. بص كده يا باشا، اللي رايح للروت زي ما قلنا في لينك رايح للروت، واحد بيبقى رايح للسويتش ديزيجنيتد، واحد معمول له الترناتيف يعني معمول له بلوك. تمام. واثنين فورورد وواحد معمول له بلوك. فدي كده القصه بتاعت الدنيا بتاعتنا اللي هو مين الروت وازاي بيختار بناء على ايه، بناء على الكوست. طب عرفت منين انه بيختار بناء على الكوست؟ يعني الاقرب. تمام. يعني هنا اللينك اللي هو هنا ده اختار ده ليه؟ لان هو ده اللي حس ان هو اقرب، يعني الطريق ده هيودينا عن لبعيد، يعني هفضل امشي كده واروح لده فمشوار عليا، وده نفس الكلام حس ان ده الاقرب بدل ما يمشي من هنا لاتنين، لا هو يمشي من هنا بواحد. يعني مثلا نفترض ان ده الطريق ده مثلا 1 جيجا والطريق ده مثلا 100 ميجا، هياخد اني؟ هياخد ابو 1 جيجا ده. ليه؟ لانه الاسرع. فدي القصه بتاعت يا جماعه الكوست والكلام ده كله، وعرفنا ازاي بيشغل البورتات بيعمل لها بلوك، وعرفنا يعني ايه بلوك، يعني مجرد ما اللينك يقع التاني يشتغل مكانه على طول. تمام. يعني مثلا تعالى نوقع مثلا لينك من اللي شغالين دول مثلا، لو جيت عملت فاست فورورد هتلاقي ده قام معايا وده نام. تمام. فالسبانينج تري بيقعد يحسب حساباته ويشوف مين الاقرب ومين اللي هيبقى الروت وهيوديني للروت، مين الاسرع والكلام ده كله. فلما جه بص هنا قال لك يا باشا ده هيوديني كده ايه بطريقين للروت، لكن ده يوديني بثلاث طرق، يعني واحد اثنين ثلاثه. فاذا خلى ده هو اللي هيبقى اللي رايح للروت، وده معمول له الترناتيف يعني في الوضع الاحتياطي، والحاله بتاعته هتبقى ايه بلوك. اما ده يبقى ديزيجنيتد يعني وليه بورت رايح للروت بورت. تمام. اتمنى كده الدنيا تبقى وضحت معاكم. وعايزين نتكلم بقى عن حاجه اخيره اللي هي السبانينج تري اوبريشن، او العمليه بتاعه السبانينج تري. ايه العمليه بتاعه السبانينج تري يا جماعه؟ بيقول لي في حاجه اسمها one root bridge pair network، one root board pair non root bridge، one designated board pair segment، non designated boards are unused. فاهمين حاجه؟ طبعا المهم يعني ان one root board او one root bridge pair network دي اتكلمنا فيها مليون مره، ان بيكون في عندي روت واحد بس في السويتش لكل الشبكه. تمام. يعني بيكون عندي سويتش واحد بس هو الروت للنتورك كلها. تمام. طيب ده بالنسبه للاولانيه. طب الثانيه احنا قلنا هنا اوريكم برده عملي، هنا اختار ده بس هو اللي هيكون الروت، واتكلمنا في الكلام ده مليون مره بس التكرار برده بيثبت معاك، بيخلي المعلومه تثبت معاك. ده اللي هيبقى الروت، ودي كلها سويتشات الثلاثه التانيين دول ديزيجنيتد. فهنا بيقول لك ان العمليه بتاعت السبانينج تري بيقول لك هيبقى فيه 1 روت بريدج يعني سويتش واحد بس هو الروت بير نتورك. تمام. طيب بيقول لك هنا 1 روت بورت بير نون روت بريدج، يعني على كل سويتش ما هواش الروت
هيكون في بورت رايح للروت، والكلام اللي اتكلمنا فيه برضو من شويه قلنا كل سويتش ما هواش الروت يعني سويتشات الديزجنيتد دي هيكون فيها بورت رايح للروت، يعني دوت رايح للروت وده رايح للروت وده رايح للروت. تمام، ده القصه بتاعت او الغرض من كلمه وان روت بورت بير نون روت بريدج. طيب ثالث حاجه بيقول لي وان ديزجنيتد بورت بير سيجمنت. سيجمنت ده يا جماعه لما يكون في مثلا لينك مثلا هنا اللي هنا ده اللي مش رايح للروت، تمام، لازم بيقول لي فيه يكون في لينك منهم شغال، يعني وان ديزجنيتد بورت مش دي سويتشات ديزجنيتد، وان ديزجنيتد بورت بير سيجمنت لازم يكون في منهم بورت شغال، ده الغرض من الوان ديزجنيتد بورت بير سيجمنت. تمام، رابع حاجه نون ديزجنيتد بورتس ار ان يوزد، يعني البورتات اللي قدام السويتشات الديزجنيتد دي بيكون في واحد منهم مش شغال، يعني البورتات اللي قصادها مش شغاله وهيكون الترنيتيف يعني محطوط احتياطي زي ما شفنا طبعا في الحالات والكلام ده كله، والستيتوس بتاعته بتكون ايه يا جماعه؟ بتكون بلوك. وانس بقى ان لينك من اللينكات اللي شغاله هيقع يروح جاري مشغل اللينك ده، تمام، ويبقى الباك اب وهو اللي شغال، تمام، يعني الاول كان باك اب، وانس ان في لينك هيقع يروح ده اللي شغال والتاني مش هيشتغل معاه. نكتفي بالفيديو ده وان شاء الله هنتكلم عنهم في الجزء الثاني، هنقسم الفيديو لجزئين او ثلاثه. ايه الكلام؟ هنتكلم بقى في واحد واحده من دول بالتفصيل. ازاي؟ ان عايزين نعرف ازاي بيتم اختيار الروت، تمام، وبيتم اختيار ازاي ان بيخلي لينك رايح للروت بيختار لينك معين رايح للروت من ضمن اللينكات بناء على ايه، وبيحسب الحسبه بتاعت السيجمنت دي ازاي، وبيعمل للبورت دوت بلوك من خلال ايه. فنكتفي بالفيديو ده ونخليه عباره عن جزئين زي ما قلنا عشان الفيديو ما يطولش معانا، وتابعوني في الجزء الثاني بتاع الاس تي بي ان شاء الله.